ما زالت تغطيتنا معاكم في صباح الخير يا مصر مستمرة لقمة مجموعة الـ20، حيث أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو جديد في مجموعة الـ20 المقامة في بلادي، وتولي الاتحاد الأفريقي مقعده رسميا كعضو جديد في مجموعة الـ20. كل تأكيد هيكون ليه انعكاسات طبعا على الاقتصاد في الاتحاد الأفريقي. هذه القمة انطلقت جلساتها الافتتاحية وتابعناها على الهواء مباشرة منذ قليل. تفاصيل أكثر عن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام لدول هذه المجموعة ومن انعكاسات ده على دول الاتحاد الأفريقي، معنا على التليفون دكتورة يمن الحمائي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا محمد، اهلا بك. يا اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نعرف انعكاسات هذه القمه، مشاركه مصر فيها على الاوضاع الاقتصاديه الافريقيه، وفي القلب منها طبعا الاوضاع الاقتصاديه في مصر. هو طبعا كما ذكرت منا الحقيقه من الاخبار المهمه جدا جدا انضمام الاتحاد الافريقي الى قمه الـ20. ده حدث غاية في الأهمية وبتتداوله كل المؤسسات الدولية حاليا على كل أجهزة الإعلام بأهمية هذا الحدث. احنا شاهدنا مؤخرا انه كل الدول، اقتصادات الدول المتقدمة، بتحاول ان هي تقيم علاقات اقتصادية مع القارة الأفريقية، وبنشهد القارة الأفريقية بتشهد حالة من عدم الاستقرار العنيف في الفترة الأخيرة. ولكن الجزء المهم جدا في هذه القضية ان مصر اثناء رئاستها للاتحاد الافريقي في 2019 الحقيقة بذلت جهد كبير جدا في هذا العام في وضع اسس لكيفية تحسين وضع القارة الافريقية واندماجها في الاقتصاد العالمي. يعني العنوان الكبير اللي المفروض هيبقى اعتقد له اهمية في اطار مشاكل كبيرة جدا وتحديات بتطرحها القمة، يمكن قمة الـ20 جاية في تحديات مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، مرتبطة بسلاسل الإمداد فيها مشاكل عنيفة وحرب تجارية ضروس ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هتهدد بشكل كبير جدا التجارة العالمية. كذلك في مشاكل مرتبطة بالنظام المالي العالمي والمشاكل المرتبطة بالبنوك وتأثيراتها، العملات الإلكترونية، وفوق ده كله موضوع التغير المناخي اللي أصبح يعني كلنا لامسينه بشكل عنيف جدا، وإنه برضه من القضايا المهمة جدا اللي بتطرح. فمصر عندها نقطتين مهمين جدا في الحتة دي. النقطة الأولى اللي هي رؤية القارة الأفريقية للتنمية المستدامة 2063، وبذل جهد كبير جدا أثناء رئاسة مصر وجت COP27. الجهد الكبير اللي اتعمل في COP27 حط القارة الأفريقية على المستوى العالمي بالفرص اللي ممكن تقدمها هذه القارة. قارة فتية فيها نسب الشباب كبيرة، مش مستغلة الموارد بتاعتها بشكل جيد، وبالتالي عندها فرص هائلة للنمو. واحنا بنتكلم على نمو اقتصاد العالمي، حتى لما بنتكلم على الصين حاليا اللي كانت دايما بتعمل يعني توازن في موضوع النمو الاقتصاد العالمي، فكل التقارير بتتكلم على انه معدل النمو المتوقع 5%، ده من اقل المعدلات اللي وصلت لها الصين. وبالتالي طبعا العالم بيسخر بتحديات كبيرة جدا بيجعل انضمام الاتحاد الأفريقي إلى قمة أو إلى دول المتقدمة اللي هي مجموعة الـ20 بيجعل منه حدث غاية في الأهمية. والحقيقة مهم قوي إن احنا نستثمر هذا الحدث لصالح الاقتصاد المصري اللي الحقيقة عنده إمكانيات كبيرة جدا إنه يكون مدخل إلى القارة الأفريقية. طب خليني أوقف حضرتك هنا للحظات دكتورة وأسأل حضرتك، إحنا حضرتك كنت لسه بتكلمي عن الاقتصاد العالمي، إحنا شايفين إنه يعني في يمكن صعوبة بتواجه الاقتصاد العالمي، وإحنا شايفين صعوبات وتحديات بتواجه العالم أجمع، خصوصا طبعا التحديات الاقتصادية. نقدر نقول إن إحنا في ظل الوقت ده ازاي تقدر او نقدر نستخدم مصر انها تكون يعني شريك مؤثر في مسار العلاقات الاقتصاديه الدوليه، وده ازاي ممكن ينعكس علينا احنا بالايجاب كمصر؟ هي مصر الحقيقه عندها خبره جيده جدا في التعامل مع المؤسسات الدوليه،
وعندنا خبراء مميزين في هذا الإطار، بمعنى النهاردة مصر بتلعب دور مؤثر على مستوى القارة الأفريقية، وأصبحت هذا الدور أكثر أهمية بعد انضمام مصر إلى البريكس في قضايا مهمة جدا الدول النامية بتتبناها، ومصر ممكن تكون عضو فاعل في هذه القضايا، على رأسها عملية توزيع الدخل وتركز الثروات في الدول المتقدمة. التقارير كلها بتشير إلى أن في عملية تركز عنيد جدا في الثروات في الدول المتقدمة، وأنه ما تم من سياسة نقدية ورفع سعر الفايدة في الولايات المتحدة ودول أوروبا له تداعيات سلبية كبيرة جدا على الدول النامية، ومنها طبعا القارة الأفريقية فيما يتعلق بمديونية القارة الأفريقية وقدرتها على الحصول على التمويل وتكلفة التمويل. كل دي مشاكل مهمة قوي أنه يتم تبنيها، وكان في الأحد قمم العشرين طرح استخدام حقوق السحب الخاصة ومنح مزيد من التسهيلات من قبل الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهم حاضرين في قمة العشرين، يعني ممثلين لمنظمات الاقتصادية الدولية حاضرة في قمة العشرين. فالحوار الحقيقة غاية في الأهمية، وحضور الرئيس السيسي غاية في الأهمية، أنه بيلتقي بكل الناس دي، بيلتقي يعني بدأ الرئيس زي ما ذكرته في أخباركم، بدأ أنه يلتقي بالكثير من القيادات الموجودة. أكيد هيبقى له لقاءات مع المنظمات الاقتصادية الدولية. طبعا إحنا كمان عندنا استكمالا لإجابة سؤالك فيما يتعلق بكيف تستفيد مصر، تستفيد مصر بشكل كبير جدا كمكان للاستثمار المميز. يعني إحنا النهاردة دخلنا في قصة الطاقات الجديدة والمتجددة، أصبح لدينا تجربة فيها، والتجربة دي يمكن نقلها إلى القارة الأفريقية بشكل جيد. نستطيع أن ندافع عن أن حكلنا بعثة من صندوق النقد على يعني تقريبا هذا الشهر أو الشهر القادم، مهم جدا إزاي نوضح ما تم الوصول إليه من خطوات في مجال الإصلاح الاقتصادي والتحديات اللي بيمر بيها. يعني احنا أحد المشاكل الكبيرة هنا هي عملية أنه الفرق ما بين السعرين السوق السوداء والسعر الرسمي بيجعل هذه المنظمات تضغط على مصر ان هي تعمل عملية تحرير لسعر الصرف اخر، واحنا الحقيقة طبعا بنرفض ده على كل المقاييس، لان العملة موجودة ولكن هو العرض والطلب مش ماشيين في الشكل الصح اللي يديكي سعر العملة بشكل متوازن. وبالتالي هناك حوارات بتدور مع هذه المنظمات، واندماج مصر والقارة الافريقية في النظام الاقتصادي العالمي ده محتاج جهد كبير. اعتقد ان مصر تستطيع ان تقود هذه الجهود، ويكون لها دور مهم جدا في استثمارات مشتركه وفي تجاره، لان احنا كمان عندنا يعني مصر قادت عمليه منطقه التجاره الحره الافريقيه، وما زالت جهود كبيره جدا بتتم فيها لعمليه اتمامها وعمليه ان هي يكون لها تاثير، بالاضافه الى انه السلم والأمن الأفريقي. مصر أيضا عملت عدة مؤتمرات فيها هنا، احنا بنشهد حاليا نزاعات كبيرة في القارة الأفريقية، فمحاولة عملية العودة إلى التوازن والاستقرار في القارة الأفريقية ومنع النزاعات المسلحة، كل دي قضايا مصر لها دور محوري جدا فيها. عظيم. دكتورة يمنى، حضرتك أستاذ في الاقتصاد، هذا التجمع هذه المجموعة تأسست عام 99، وكانت في البداية في أعقاب أزمة مالية أسيوية. في البداية كان منتدى لوزراء مالية الدول المشاركة ورؤساء البنوك المركزية لهذه الدول، ثم تحولت في 2007 إلى قمة وارتفع مستوى التمثيل فيها إلى الرؤساء ورؤساء الحكومات. إيه السبب في هذا التحول؟ وهل هذا التحول يا فندم هينعكس على الأوضاع الاقتصادية لهذه الدول؟ صحيح، هي بالضبط، هي سبب التحول من الجي 7 هو كانوا دول متقدمة كانت هي اللي بتجتمع عشان تقدر فقط ان هي تحط أسس النمو في الاقتصاد العالمي والقضايا المؤثرة على هذا النمو وتعمل عملية تنسيق بينها في هذا الإطار. اللي خلى التوسع ده من الجي 7 إلى الجي 20 هي إن الأزمة المالية العالمية خلت الصين تقفز من
المرتبة الخامسة في الاقتصاد إلى الثانية. يعني ترتب على الأزمة المالية أن الصين كانت نمرة خامسة في الاقتصاد العالمي، أصبحت الاقتصاد الثاني، وأصبح أنه كل الدول المتقدمة بعد الأزمة المالية حققت معدلات نمو سلبة بالسالب، والدولة الوحيدة اللي كانت بتحقق أو الدول الوحيدة اللي كانت بتحقق معدلات نمو إيجابية هي الصين، اللي كانت بتحقق معدل نمو فوق 10%، انخفض بعد الأزمة إلى 6%، ولكن كانت هي اللي عاملة زي ليفتنج للاقتصاد العالمي، يعني هي اللي بتشيل الاقتصاد العالمي نتيجة الانخفاض الكبير في أداء اقتصادات الدول المتقدمة. فكان من الطبيعي أنه استقرار الاقتصاد العالمي، يعني قمة العشرين هي اعتراف من دول العالم أنه الدول المتقدمة لا تستطيع وحدها أن تقود الاقتصاد العالمي، ولكن لابد من أنه يبقى فيه دول معاها أصبحت لها تأثير مهم على النظام الاقتصادي العالمي. ومن هنا بقى دخلت الصين وغيرها من الدول اللي هي بتمثل قمة العشرين. وبالتالي هنا النقطة المهمة جدا هي أنه على هذه الدول أن تجد صيغة توافقية. يعني احنا بنشهد مؤخرا ان هناك زيارات كثيرة جدا بتتم من مسؤولين على مستوى عالي امريكان الى الصين لتهدئة النزاع الكبير التجاري فيما يتعلق بالسيطرة والهيمنة التكنولوجية، وهناك طبعا منع لكثير من المعدات التكنولوجية انها تدخل الى الاقتصاد الصيني نتيجة لأنه الصين بتنقل هذه المعدات وأصبحت في موقف متقدم على مستوى الذكاء الاصطناعي وغيرها. فهنا هذه الزيارات مش هتحل الأمور، لأنه لو ما بجدش صيغة توافق في يعتمد على اكسب اكسب ما بين هذه الدول، فاللي هيحصل هو أنه هذه الحرب التجارية هتضر كل الاقتصاد العالمي. فالتصريحات لابد أن يتبعها قرارات تؤدي إلى صيغة توافقية بين هذه الدول على عملية سلاسل الإمداد وعملية التكنولوجيا وعملية توافق المصالح، وهو ما نتمنى حدوثه قريبا وسريعا إن شاء الله. كل الشكر لحضرتك الدكتورة يمن الحمائي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك.